مساء الخير على الجميع. فيديو جديد النهارده من قناة اروح فين منين التومي مابس، معاكم احمد التومي. احنا النهارده يا جماعة في القاهرة على دائري المنيب. الفيديو بتاع النهارده هيبقى من على دائري السلام، ولا ايه؟ معلش انا اسف. الفيديو بتاع النهارده هيبقى من نازلة محور 26 يوليو من دائري السلام لحد بوابات القاهرة اسكندرية الصحراوي، او اسكندرية القاهرة الصحراوي. كان في حد بيسأل ازاي يروح من المحور لاسكندرية القاهرة الصحراوي، فجت فرصة ان ايه ان نعمل الفيديو ده. نبدأ مع بعض. اهو بصوا يا جماعة النازلة بتاعت احنا على دائري السلام اهو، في ظهرنا شبرا بنها الحر واسكندرية الزراعي، وفي وشنا نازلة محور 26 يوليو و6 اكتوبر والشيخ زايد. على وشك ان هي ايه، ان هي تظهر كيلو واحد بالظبط. انا قلت افتحها برضو ايه، افتحها من قبليها بحاجة بسيطة كده، بحيث تبقى برضو ايه تبقى ظاهرة، مش افتحها على النازلة على طول، عشان تبقى الناس ايه الناس مجمعة برضو الدنيا شكلها ايه. اليافطة هي على اليمين، بتقول لك ايه طريق اسكندرية الصحراوي المنزل اللي جاي، ومحور المريوطية طوالي. المنزل ده يا جماعة هناخد ايه، ناخد يمين كده من هنا، وبكده يبقى ايه، يبقى احنا نزلنا على ايه، نزلنا على محور 26 يوليو من دائري السلام في اتجاه ايه، في اتجاه اكتوبر وزايد واسكندريه الصحراء. سرعه المحور 90 كيلو في الساعه لجميع انواع السيارات، وطبعا هو ممنوع صعود النقل بكافه انواعه. احنا كنا صورنا من كام يوم، كنا مصورين جزء في المحور، او صورنا يعتبر المحور ونزلنا نزلة اسكندرية، بس ما وصلناش للبوابات. يعني على ما اتذكر ان احنا كنا رايحين نيو جيزة. المرة دي بقى باذن الله نوصل ايه، نوصل للبوابات. اللي في مدخل جاي اهو محور احمد عرابي ارض اللواء ميدان سفنكس، هو اللي كان على يميننا ده يا جماعة. واللي بعده مباشرة اهو محور المهندس شريف اسماعيل كرداسة ناهية، اللي هو اللي جاي على اليمين ده.
في لادار جاي اهو على اليمين اللي هو بيصور كل شنكان. على اليمين اهو في تمركز مروري لتأمين المحور، وفي نفس الوقت موقف للسيرفيز. رادار تاني اهو، رادار بالراه مش باللام. احيانا كتير بنسى وبقولها باللام، فاعذروني اللي بيصور كل حاجة. قابلنا مخرج اهو جاي يوديك على ناهية وكرداسة وصفت اللبن ومحور مريوطين ومحور المهندس شريف اسماعيل. في نقطة تانية اعتقد كده ان المخرج اللي على يميننا ده يودينا على برواش، اللي هو المخرج اللي فات ده.
وادي ايه، ادي نزلة اسكندرية، القاهرة اسكندرية صحراوي او اسكندرية صحراوي، والقرية الذكية، ودندي مول. احنا نعتبر في ايه، في طريق الخدمات. هنخرج بقى يا جماعة للطريق الرئيسي، هي 201 كيلو. وقفنا البضع ثواني، كان معايا تليفون. اسكندرية 200 كيلو. من هنا لحد البوابات يا جماعة السرعة 90. في لادار عند إمارات مصر، شايفين الساين اهو بتاع إمارات مصر الأخضر ده اللي عليه الطائر ده، في لادار تحت الكوبري على طول، في كوبري مشاة وفي لادار تحت الكوبري من اللي بيصور كل شنكات. السرعة 90، من بعد البوابات بقى السرعة 120. اسكندرية 199. كان زمان الطريق الصحراوي طول ما انت ماشي هو ينزل معاك كل كيلو بيفطر، كل كيلو بيفطر، انما لما تجدد بقى ما رجعوش اليفط تاني، يعني كل حبة كده بيحط لك يفطر، انما كان الاول يقول لك ايه 99 98 97 96 وهكذا. فكانت حلوة ومسلية بصراحة، بيبقى مخليك ماشي متابع ايه، متابع الطريق. في شيل اوت اهي، وفي اتنين سيركل كي، في سيركل كي احنا كنا لسه معديين عليه، وفي سيركل كي تاني اهو. وسيركل كي اللي فات كان فيه كان في جنب منه كشري التحرير. ألف السلام ورحمة الله وبركاته، عامل ايه يا حجاج؟ ماشي تمام بخير والله، طول ما انت بخير والله يبارك.
وادي كده يبقى وصلنا ايه؟ وصلنا بوابات القاهرة اسكندرية الصحراوي. بدأنا الفيديو واحنا على دائري السلام عند نزلة محور 26 يوليو، ووصلنا اهو على البوابات، يعني بتاع 200 كيلو كده بإذن الله تلاقي نفسك في ايه؟ تلاقي نفسك في مدينة الاسكندرية. نتمنى للجميع سفرا آمنا. البوابات ب10 جنيه بالنسبة للملاكي وللفان. شوف حضراتكم في فيديو جديد. استاذنكم اللي عجب الفيديو اشتركوا لايك وشير تفضلا وليس امرا، واللي ما عجبوش الفيديو قول لي في التعليقات ما عجبكش الفيديو ليه، بحيث نحاول نعدل من الفيديوهات القادمه على حسب اراء حضراتكم. ومع السلامه.